هل يا ترى في عوامل وفي قوانين للنجاح لو اتبعناها حتما لازم ننجح؟ ده اللي انا حابب اكلمكم عنه في هذا الفيديو القصير. اول حاجة الصبر، المثابرة والاستمرارية، وده اللي دايما بكلمكم عنه. الاستمرارية تؤدي الى النجاح. مفيش انسان ناجح لا يستمر في العمل، وعمل دؤوب وعمل جاد ويحسن في عمله. كن دؤوبا ولا تستسلم ابدا، تحدي اي صعوبات وخليك قوي. العمل اليومي والتعب والجهد لازم يؤدي الى النجاح. اعمل كل يوم شيء جديد. اقرا. القراءه من اهم عوامل النجاح. هل عمركم شفتم انسان ناجح جاهل او غير مثقف وفاضي من جواه؟ القراءه من اهم عوامل بناء الشخصيه الناجحه. ايضا نيتك، النيه في العمل اللي انت بتعمله، يكون عندك الدوافع الايجابيه ونيتك تكون طيبه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي نيتك طيبة. الكلام ده ما تطبقوش بس على الدين، طبقه في كل حياتك. أيضا من عوامل النجاح ومن قوانين النجاح إن أنت تتعاون بروح فريق العمل. لازم يكون عندك فريق عمل، الكولابريشن، الكوبريشن. لا توجد في العالم مؤسسة ناجحة بتعمل بطرق الجزر المنعزلة، لازم يشتغلوا بروح فريق العمل. كون صداقات، ابحث عن الناجحين والإيجابيين، ابعد عن السلبيين. ودائما وأبدا تذكر إن وحدك لن تستطيع النجاح. أيضا من أهم عوامل وقوانين النجاح إنك تستثمر الإمكانيات التي منحك إياها ربنا سبحانه وتعالى. إمكانياتك على فكرة، اوعى يجي في دماغك المال فقط لا غير. مش كل حاجة في الدنيا هي الفلوس. الوقت اللي ربنا عطولك ده كنز، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ايه هما؟ الصحة والفراغ. الصحة اللي ربنا أنعم عليك بيها، ووقت الفراغ بتاعك ده تستثمره. ولو ما استثمرتوش انت كده بتظلم نفسك. صحتك تحافظ عليها بنظام غذائي صحيح، او يا سيدي لو مش قادر روح الجيم. مفيش امكانيه تروح الجيم، روح امشي كل يوم، خليك رياضي وخليك جدع كده، وكل يوم ان شاء الله نص ساعه مشي. وكل هذه الاشياء بتطور شخصيتك. اذا ما تنسوش، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وخلي دايما بيتين الشعر للامام الشافعي نصب عينيك، ودايما كده تتخذ هذين البيتين شعار ليك في الحياة، اللي بيقول فيهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. اعمل كل ده وصدقني هتنجح. احنا بنعيش في الدنيا دي مرة واحدة وملهاش إعادة، يبقى نعيشها صح بإيجابية ونجاح ونية طيبة وعمل جاد. واللهم ارزقنا حسن الخاتمة. شكرا لكم، سلام عليكم. أنا ابني مصر، قلبي نسي، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد.